أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. إن الله لا يخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. نبتدئ بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه تفسير هذه السورة، سورة آل عمران. وهذه السورة هي السورة الثالثة في ترتيب المصحف الشريف. السورة الأولى الفاتحة، والثانية البقرة، وهذه السورة هي الثالثة في الترتيب، كما أنها هي السورة الثانية في ترتيب السور السبع الطوال. الأولى كانت سورة البقرة، كانت سورة البقرة، وهذه هي الثانية سورة آل عمران. سميت هذه السورة بسورة آل عمران لوجود قصة آل عمران فيها، حيث ذكرت في هذه السورة. وهذا يتكرر كثيرا في سور القرآن،
فتجد أن السورة تسمى باسم أمر من الأمور التي وردت فيها، مثل سورة البقرة، لأن فيها ذكر، لأنه ذكر فيها قصة بقرة بني إسرائيل، ومثل سورة الأنعام لأنه ذكرت فيها لأنه ورد فيها ذكر الأنعام، وسورة الإسراء سميت سورة بني إسرائيل لأنه ورد فيها ذكر بني إسرائيل، وهكذا، وسورة الحجر وغيرها. لكن هذه السورة سميت سورة آل عمران لأنه ورد فيها ذكر قصة آل عمران. وهذه السورة فيها فضل عظيم، فإنها مع سورة البقرة ورد فيها حديث النبي عليه الصلاة والسلام مشيداً بفضلها ومبيناً بركتها، حيث قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا الزهراوين، اقرأوا الزهراوين، والزهراوان هما البقرة وآل عمران، وآل عمران. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا الزهراوين فإنهما يأتيان يوم القيامة غمامتان أو غيايتان أو فرقان من الطير تحاج عن أصحابهما. وأصحاب الزهراوين هم الذين يقرؤونها ويتدبرونها ويعملون بها، فهي إحدى الزهراوين، إحدى الزهراوين. والزهراوان من الزهر، وهو النور والإضاءة، فهي مضيئة وهي مباركة، وفيها من الخيرات وفيها من العبر والعظات الشيء الكثير. هذه السورة فيها تفصيل لكثير مما أجمل في سورة البقرة، فسورة البقرة ورد فيها بيان الإيمان بالله تبارك وتعالى، ذكر الإيمان في سورة البقرة في أولها: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وهنا جاء تفصيل لهذا الإيمان في بيان الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله، وبيان صفة من أعظم صفات الله تبارك وتعالى، وهو أنه الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهي مختصة هنا ببيان بعض صفات الخالق البارئ سبحانه وتعالى. وقد ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، مع الآية التي آية الكرسي التي تقدمت في سورة البقرة، ورد أن فيهما اسم الله الأعظم، فيهما اسم الله الأعظم. والأمر المتكرر في هاتين الآيتين هو الحي القيوم. وأما بداية هذه السورة فإنها ابتدأت في آيتها الأولى كما ابتدأت سورة البقرة: ألف لام ميم. وهذه البداية، هذه الحروف المقطعة كما يقول العلماء، هذه مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، وهي وإن كانت من جملة الحروف التي نزل بها هذا الكتاب الكريم، فإن هذه الأحرف ألف ولام وميم
هي من الأحرف التي تتركب منها الآيات في هذا الكتاب الكريم، ولكن الله سبحانه وتعالى استأثر بعلمه فيها، ولهذا يقول العلماء إنها من المتشابه الذي ورد ذكره في هذه السورة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي، حياة الله سبحانه وتعالى هي الحياة الدائمة الأبدية الأزلية، ليس له بداية وليس له نهاية لحياته جل وعلا، وهو القيوم بشؤون عباده، كل عباده يحتاجون إليه وهو غير محتاج إليهم، وهو القائم بشؤونهم، يرزق يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر، لا راد لحكمه ولا معقب لأمره. قال: نزل عليك الكتاب بالحق. هذا الإله العظيم المتفرد الواحد الأحد هو الذي نزل عليك الكتاب بالحق، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وإن كان نبينا عليه الصلاة والسلام مستيقناً من أن هذا الكتاب إنما هو من عند الله، لكن هذا فيه زيادة تأكيد، وفيه أيضاً بيان لمن كان متشككاً أو متردداً في شأن هذا الكتاب. فالله سبحانه وتعالى يقول: نزل عليك الكتاب بالحق، هو الذي أنزل هذا الكتاب، لم يأتي به محمد عليه الصلاة والسلام من عند نفسه، ولم يتلقه عن غيره، وقالوا إنما يعلمه بشر، زعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الكفار، تلقاه عن بعض أهل الكتاب، عن بحيرة الراهب، وهذا بحيرة أعجمي، والقرآن هذا الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في غاية الفصاحة والبيان، لا يستطيع أحد من الخلق أن يجاريه أو أن يأتي بمثله، فكيف يمكن في العقل، كيف يستقيم في العقل أن يكون هذا الكتاب بهذه الفصاحة وبهذه القوة وبهذا الوضوح وبهذه المكانة، والذي علمه لمحمد عليه الصلاة والسلام أعجمي؟ لا يمكن أن يستقيم هذا، لا يمكن أن يستقيم هذا. إنما هذا الكتاب نزله الله تبارك وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام بالحق، لا مرية في ذلك. هذا الكتاب من دلائل صدقه ومن دلائل صحته أنه جاء مصدقاً لما بين يديه. هذا الكتاب فيه أخبار عن الأمم السابقة، وفيه أمور ذكرت في الكتب التي تقدمت في التوراة وفي الإنجيل، ومنها ما ذكر من بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ومن صفاته مذكورة هذه في كتبهم، ولكنهم أخفوها ولم يؤمنوا بها. فهذا من أدل الأدلة على أن هذا الكتاب من عند الله تبارك وتعالى، لأن تلك الكتب كانت من عند الله، ولكنها لم تبقى على العهد الذي نزلت به على أولئك الأنبياء، بل غيرها هؤلاء الأقوام أتباع أنبيائهم وحرفوها، ولم يبق منها إلا أشياء يسيرة موافقة لما جاء به القرآن، وهي صفة النبي عليه الصلاة والسلام، منها صفة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها مبعثه، ومنها بعض الأحكام التي ذكرت، ومنها قضية القصاص: كتب عليكم القصاص كما كتب على الذين، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى
فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. هذا مكتوب موجود في الكتب السابقة وهو موجود في شريعتنا. فالله هو الذي نزل هذا الكتاب، وهو الذي أنزل التوراة والإنجيل، أنزلها من قبل، من قبل أن ينزل القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام. أنزلها الله هدى للناس، وهذه الرسالات كلها، الرسالات التي جاءت إلى أنبياء الله تبارك وتعالى بالوحي عن الله، كلها كانت تدعو إلى توحيد الله وإلى عبادته. وإن اختلفت الشرائع، الأمور التكليفية التي فيها كانت تختلف من قوم إلى قوم مراعاة لظروفهم ولحالهم، ولكن الشيء المتفق عليه الذي لا تختلف عليه الشرائع والذي جاء به أنبياء الله ورسله هو الإيمان بالله وتوحيده. قال: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. الفرقان هو البيان الذي يفصل الحق عن الباطل، يبين الحق من الباطل. وهذا كما هو في ما أنزله الله تبارك وتعالى في الكتب التي بعث بها أنبياءه ورسله هو موجود في القرآن، ولكن هذا المعنى متحقق في القرآن. المقصود في هذه الآية بالفرقان هو الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى على محمد عليه الصلاة والسلام، وهو القرآن، هذا الذي بين أيدينا. ثم تأتي بعد ذلك هذه نهاية هذه الآية تشنع على هؤلاء الكفار الذين يجحدون آيات الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. هؤلاء الذين أنزل الله عليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل، ومنهم اليهود والنصارى، وعلموا بمبعث محمد عليه الصلاة والسلام وعلموا صفته، ولكنهم جحدوا ذلك. إن الذين كفروا بآيات الله، هم يعلمون هذا، لهم عذاب شديد. توعدهم الله سبحانه وتعالى بهذا العذاب الموصوف بالشدة، نسأل الله أن يجيرنا من العذاب. قال: والله عزيز ذو انتقام. العزيز اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، صفة من صفاته، العزة والانتقام، لا قاهر له، هو القهار، هو الغالب، هو القادر على أن يأخذ بالعذاب، هو القادر على أن يتجاوز ويعفو. الله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق، وهو الذي كتب الآجال، وهو الذي كتب كل شيء منذ أن خلق الخلق إلى قيام الساعة، كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: يا رب ما أكتب؟ قال: اكتب ما يكون إلى قيام الساعة. فلا يخفى على الله سبحانه وتعالى شيء مما يجري في هذا الكون. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. كل هذا بعلم الله سبحانه وتعالى، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ثم جاءت الآية التي بعدها تؤكد على صفات الخالق سبحانه وتعالى وعلى قدرته: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. مسألة الخلق، هذه مسألة الخلق والصفات التي يتصف بها كل مخلوق، هي من قدر الله الكوني،
ومعنى قدر الله الكوني أن هذا بأمر الله وإرادته وقدرته لا مدخل لأحد فيه، ولا يستطيع أحد أن يزيد فيه أو ينقص منه، ولا يستطيع أحد أن يغيره. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، في صفاته هذا المخلوق الجسدية، في لونه، في قدراته، كل هذه الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدرها. وهذا المخلوق في رحم أمه عندما تنفخ فيه الروح، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا مدخل لأحد في هذا، لا مدخل لأحد في هذا، ولا يستطيع أحد أن يزيد فيه أو ينقص منه أو أن يغير فيه. ألا هو كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، عزته وقدرته وغلبته لا يستطيع أحد أن يعارضها، وهو الحكيم في كل أموره، في كل خلقه، في كل تدبيره، له حكمة، له حكمة سبحانه وتعالى. أفعال الله سبحانه وتعالى وأقداره كلها متسمة بالحكمة، يعني لها معان جليلة قد تظهر للخلق وقد تخفى عنهم، فإن ظهرت لهم فالحمد لله، هذا مما يزيد الإيمان، وإن خفيت عليهم فهي موجودة، خفاؤها عن أذهان البشر لا يلزم منه عدم وجودها، لأن الذي أوجدها هو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. بعض العلماء يأخذ من هذه الآية دليلاً على أن الله سبحانه وتعالى يرد على هؤلاء الذين يشككون في خلق عيسى عليه السلام ويقولون هو ابن الله. من أين أتتهم هذه الفرية؟ أتتهم من كون عيسى عليه السلام ليس له أب، عيسى ليس له أب، ولذلك يقال عيسى ابن من؟ ابن مريم، فليس له أب، فقالوا المسيح ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولكن هذا المسيح وجد في رحم مريم وتخلق فيها ونمى فيها، فكل ما حصل له هو ما يحصل لبقية المخلوقين. المخلوقون كلهم أين يتكونون؟ في الأرحام. فعيسى تكون في الرحم فهو مثلهم، إذن هو مخلوق وليس هو ابن الله، ليس هو ابن الله. وإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق ما في الأرحام حتى مع وجود الزوجين الأب والأم، وجود الأب لا يزيد الأمر شيئا، إنما هو سبب، لا يزيد الأمر شيئا، هو الذي يخلق هو الله سبحانه وتعالى، فكذلك وجوده من غير أب هو بقدر الله سبحانه وتعالى. وقد تخلق عيسى عليه السلام في رحم مريم فهو مخلوق وليس هو ابن الله، تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ثم قال تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب، وهذا هذه الآية آية عظيمة فيها تثبيت وتقوية وتأكيد لإيمان المؤمنين، ورد لشبهات أهل الضلال والمفسدين والمشككين. هو الذي أنزل عليك الكتاب، هذا الكتاب أنزله رب العالمين، فيه صنفان من الآيات، منه آيات محكمات، ومعنى كون الآيات محكمات واضحات الدلالة معلومة، مثل آيات الصلاة والزكاة والصوم والحج
وطاعة الوالدين وطاعة أولي الأمر، كل ما تعلق به التكليف في هذه الشريعة. وانتبهوا لهذا، كل ما كلف الله به عباده في هذه الشريعة في القرآن فهو من المحكمات، ليس فيه شبهة، أمر واضح، ها؟ أمر واضح. منه آيات محكمات هن أم الكتاب، هذه الآيات المحكمات هي الأساس في هذا الكتاب، الأساس الذي يعرف منه التكليف، والذي يلزم منه يلزم المكلف منه العمل بما جاءت في هذه الآيات، هذه هي الأساس، الآيات المحكمات، وهي أكثر ما في كتاب الله تبارك وتعالى، هي التي يلزمنا بها العمل. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فيه آيات ليست بكثرة المحكمات لكن الله أنزلها لحكمة. وإذا عدنا إلى الآية التي قبلها، ألا هو العزيز لا يعلم لا إله إلا هو العزيز الحكيم، نوقن أن هذه الآيات المتشابهات أن لها معنى وحكمة في إنزالها. هذه الآيات المتشابهات لا يعلم معناها كما يعلم معنى المحكمات، فما هي الفائدة من وجود هذه الآيات؟ الفائدة منها هي الرضا والتسليم من أهل الإيمان بما جاء من عند الله تبارك وتعالى، أنها كل من عند الله، قل كل من عند الله، هذه كلها من عند الله، الآيات المحكمات والآيات المتشابهات. مثلنا للمتشابهات بالحروف المقطعة في أوائل السور، ألف لام ميم قاف صاد إلى آخر ما هنالك، هذه متشابهات، يعني تتجاذبها معان كثيرة لا يستطيع الإنسان أن يجزم بشيء منها، وقد لا يصل إلى ذهنه شيء أصلا فيها، لكن الله سبحانه وتعالى أنزلها امتحانا لإيمان المؤمنين حتى يثبت المؤمن على إيمانه، ويقول هذه من عند الله فلا نملك إلا الإيمان بها، جاءت من عند الله فنؤمن بها. أما الذين في قلوبهم زيغ والعياذ بالله فيتبعون المتشابه، يتركون المحكم والعمل به ويذهبون إلى هذه الآيات المتشابهة، يخوضون فيها بغير علم، ما عندهم علم، يخوضون فيها يبحثون عن معانيها ويحملونها ما لا تحمل، هذا ديدنهم، فهي فتنة، فتنة تتبين بها ضلالة هؤلاء الضالين، ويتبين بها إيمان المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله وبما جاء من عند الله تبارك وتعالى. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، هذه المتشابهات كما قلنا لا يترتب عليها تكليف، ما كلفنا بهذه الآيات المتشابهات، ولا يطالبنا الله سبحانه وتعالى بالعمل بها، إنما يطالبنا بالإيمان بها لأنها جاءت من عند الله تبارك وتعالى. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ، هؤلاء أهل الضلالة، يعرضون عن المحكم ويبحثون في المتشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون من ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، حتى يؤولوه، حتى يفسروه بما يوافق أهواءهم، وهم في ذلك كله لا يستطيعون أن يصلوا إلى المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى. قال وما يعلم تأويله إلا الله، هذه فيها كف
كف للمسلمين عن الخوض في تأويل المتشابه. ما يعلم تأويله إلا الله. إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي اختص بعلم تأويله، بعلم معناه وبحقيقته، فلا يصلح لأي إنسان يؤمن بالله أن يخوض في معناه، ولا يقوم بذلك إلا أهل الزيغ والضلال. قال: وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم ما شأنهم حيال هذا المتشابه؟ الراسخون في العلم من هم؟ هم العلماء الربانيون المتمكنون من العلم الشرعي، الذين وصلوا إلى المرتبة التي تؤهلهم لفهم أحكام الشريعة والعمل بها وبيانها للناس. هؤلاء علمهم أوصلهم إلى هذا المستوى، أنهم يقولون، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به. هذا شأن الراسخين، فما بالك بغيرهم. المفترض في من لم يصل إلى هذه المرتبة أن يكون أكثر تسليماً وأكثر يقيناً بأن هذه الآيات المتشابهة من عند الله، وأن لا نخوض في معناها. قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا. كل من عند ربنا، ما المقصود بها؟ يعني المتشابه والمحكم، كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الأمور العظيمة وهذه الأفهام المستقيمة لا تحصل إلا من أهل العقول، أهل العقول الذين دلتهم عقولهم على ما يجب عليهم من اتباع شرع الله والعمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنزله الله في كتابه. هؤلاء أهل العقول الذين جمعوا إلى ذلك العلم الصحيح، هؤلاء يتذكرون، يعلمون هذا فيتذكرون، فلا يخوضون فيما لا علم لهم به. وهذه مسألة ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ونبهنا إليها وشدد في شأنها، وهي أن يقول الإنسان بغير علم، أن يتكلم الإنسان بغير علم، كما جاء في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالخوض في المتشابه والجزم بالمعنى الذي ورد به المتشابه، هذا من القول على الله بغير علم. كيف؟ والله سبحانه وتعالى هنا يقول: وما يعلم تأويله إلا الله. هذا يكفي لارتداع الناس عن الخوض، المؤمنين الصادقين الحريصين على عاقبتهم عند ربهم، أنهم يقفون عند هذا الحد: ما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. عندما تتعدد الطرائق وتتشعب المسالك يخشى السالك من أن يضل، من أن يسلك طريقا غير الطريق الصحيح فيضل فلا يصل إلى المقصود، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خط خطا ثم خط عن يمينه وعن يساره خطوطا متعرجة، وقال عن هذا الخط: هذا صراط الله المستقيم.
ثم قال وهذه سبل، هذه المتعرجة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فالإنسان إذا أراد العصمة وأراد الاستقامة على شرع الله وعلى صراطه المستقيم يحتاج إلى أن يتعلم، ومع ذلك العلم هذا لا يكفيه إن لم تتداركه رحمة الله تبارك وتعالى، ولهذا لا بد من اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أن يثبته على الطريق المستقيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إذا لم تتدارك الإنسان أو المخلوق، إذا لم تتداركه رحمة الله تبارك وتعالى فهو هالك، فهو هالك إذا لم تتداركه رحمة الله سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان حتى ولو كان عالما، حتى ولو كان حريصا، عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في أن يوفقه، في أن يسدده، في أن يرشده، في أن يثبته على الصواب. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول كما في الحديث الصحيح: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. التثبيت هذا من الله سبحانه وتعالى، التثبيت هذا منة من الله يؤتيها من قصده صادقا. إذا قصد العبد ربه صادقا طلب منه أن يثبته، فالله سبحانه وتعالى كريم يستجيب الدعاء. لكن إذا ركن الإنسان إلى نفسه أو إلى علمه أو إلى عقله فإنه في مظنة الزيغ والضلال إذا لم تتداركه رحمة الله سبحانه وتعالى. ربنا، يعني هؤلاء العلماء، هؤلاء الراسخون، هؤلاء المؤمنون الذين آمنوا بالمحكم وعملوا به وآمنوا بالمتشابه، آمنوا بالمتشابه وقالوا كل من عند ربنا، هؤلاء أيضا يحتاجون إلى أن يسألوا الله دائما الثبات على الحق وأن لا يزيغوا وأن لا يضلوا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وهذا تأكيد لقدرة الله سبحانه وتعالى، قدرته على البعث والمعاد، كما قدرته تبارك وتعالى على الخلق والإيجاد، هذه أيضا فيها قدرته على البعث والإيجاد. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، كل هؤلاء الخلق منذ أن وجدوا على بعد من لدن آدم عليه السلام إلى آخر الدنيا يجمعهم الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة في المحشر ويحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم. إن الله لا يخلف الميعاد، وعد الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر فهو حق، والإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، وهذا يقوي في النفس تقبل أحكام الله تبارك وتعالى والبعد عما يغضب الله تبارك وتعالى والعمل بشريعة الله. أمرنا الله بالعمل بالمحكم نعمل، أمرنا الله بالإيمان بالمتشابه نؤمن به من غير أن نخوض في معناه، لأننا سنقف بين يدي الله جميعا في يوم القيامة في يوم الحشر، نقف جميعا، لن يتخلف أحد من الخلق عن ذلك اليوم، والله سبحانه وتعالى يجمعهم ليحاسبهم وليجازيهم. إن الله لا يخلف الميعاد،
هذا الوعد حق من الله سبحانه وتعالى، وما وعد الله به من النعيم المقيم لأهل النعيم لأهل الطاعة حق لا يخلفه الله سبحانه وتعالى، وما توعد به أهل الضلال وأهل الزيغ من العذاب المقيم هذا حق أيضا واقع. فينبغي أن يستبصر الإنسان في حياته في هذه الأمور، وأن يعلم أنه قادم على الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يستعد لمثل هذا اللقاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يعلي راعية الحق والدين، وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنه على كل شيء قدير.